لسه بنصور عليه معزه، بس خلاص يعني هو فاضل 3 4 ايام، مستنيه يوم الستات ينزل يعني. ده فعلا والله انا فعلا مش عايزه ابقى ما بعملش تلفزيون كتير، وان التلفزيون حاجه مهمه، وانا بحب المسلسلات جدا ونفسي اعمل. بس انا لما عملت السنه اللي فاتت عملت حلقه ستيفا، وما حسيتش انه انا حاسه ان انا عايزه اعمل السنه اللي فاتت، لانه انا حاسه انه كل سنه اعمل مسلسل ده مش صح. انا حاسه انه انا اعمل مسلسل وانت تسالني انت ليه ما عملتيش، فاحس اني اوحش الناس. ده عندي احسن، عشان لما اعمل مسلسل يبقى علامه، يبقى حاجه قويه جدا. مش بقول لا خالص، بس انا بحس انه انا لازم ابقى يعني اركز في اختيار ادواري جدا في المسلسلات. السينما ليها هيبتها، لانه السينما حد بينزل من بيتهم يروح يتفرج على فيلم ليك، السينما شاشه كبيره، بس التلفزيون برضو في بيت كل الناس، بس اصعب لانه التلفزيون 30 حلقه، السينما انت بتعمل فتره صغيره 30 حلقه. لو انا مش عاملاهم باتقان جدا هتكشف. والله شايفه انه الحمد لله السنه اللي فاتت كان في افلام كتير بعد النكسه بتاعت ان احنا كنا المنتجين ما كانوش قادرين ينتجوا بعد الثوره، وشايفه ان كانت افلام حلوه، كانت كتير منها كان حلو. ولاد رزق، سكر مر، في افلام كتير الفتره اللي فاتت كانت حلوه. ودلوقتي خانه الياكفه الانتاج ابتدى يوم تاني، فدي حاجه حلوه. انا لسه مش عارفه اقضي راس السنه ازاي، لانه مش يوم يعني، هو يوم حلو بس مش مهم قوي بالنسبه لي. واحب اقول للناس كل سنه وانتم طيبين بمناسبه 2016.